اهلا بيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده التجربه بتاعتنا هنتكلم فيها عن حاجه تخص الكيمياء الحركيه، الكاينيتيك كيمستري. فالتجربه بتاعتنا هدفها ان انا بدرس معدل التفاعل هيتاثر بايه. المفروض التجربه بتتم على جزئين، اوقات بتبقى الجزئين دول موجودين في سيكشن واحد، واوقات بتكون التجربه مفصوله على سيكشنين. فاحنا هنفصل كل جزء لوحده بحيث لو مفصولة معاك على سيكشنين تبقى عارف كل سيكشن المفروض هعمل فيه ايه. هنبتدي ان احنا نعمل اول حاجة studying للإفكت بتاع الكونسنتريشن. لو انا عايز ادرس تأثير، اول حاجة الكونسنتريشن، التركيز لما بغيره بيحصل ايه لمعدل التفاعل. التجربة بتاعتنا سهلة خالص، فكرتها قايمة على التفاعل ما بين الصوديوم سايوسالفيت اللي هو سايوكابريتات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl. هلاقي ان انا بيتكون عندي NaCl وميه وثاني اكسيد كبريت وسلفر اللي هو الكبريت لوحده اللي انا عامله لكم باللون الاحمر في دايره. ده هو ده اللي هممنا في الموضوع. ليه؟ لان ده اللي هيبدا يترسب في صوره راسب لونه ابيض وبيبدا يصفر مع مرور الوقت. هلاقي الراسب بتاعي في درجات ما بين الابيض والاصفر. ده اللي هممني ليه؟ لان هو ده اللي انا لما هيتكون عندي هقدر اقول ان انا التايم بتاع التجربه انتهى، لان الموضوع محتاج ان انا احسب تايم باستمرار، لان معدل التفاعل او الريت اوف رياكشن بالنسبه لي هنا هيمثل بالسرعه او بالتايم. الفكرة بتاعت التجربة ايه؟ هقولها لكم الاول كده كفكرة، وبعد كده ندخل في الكميات اللي انت المفترض ان انت تحطها والتركيزات اللي هتخففها. الفكرة ببساطة يا شباب ان انا بجيب ورقة بيضة عادي من الكشكول بتاعنا وبعمل عليها علامة الاكس دي. بجيب ورقة بيضة، ورقة اهو كده بيضة، وبعمل عليها اكس كده بالقلم الجاف مش الرصاص، بالقلم الجاف مش الرصاص، لان الرصاص اوريدي كماده كيميائيه هيبقى مش باين معايا لما هيشتغل الدنيا في التجربه، هيبدا يتمسح كل شويه، ولكن هنعملها بالقلم الجاف. وبجيب كونيكال فلاسك اللي هو الدوره اللي قدامي ده وبحطه فوق علامه الاكس، بحط الدايره بتاعته القاعده بتاعته زي ما انتم شايفين في الصوره كده فوق علامه الاكس، وببتدي احط داخل الدرق بتاعي الكميات اللي احنا هنقولها من الصوديوم سايوسالفيت مع ال HCl، وبيبدا يحصل التفاعل بتاعي. فبيتكون زي ما وريتكم في المعادله من شويه، بيبدا يتكون عندي في النواتج بتاعتنا الاس كراسب اللي هو السلفر اللي كون لي كراسب. لما هيبدا يتكون الاس كراسب هيخبي لي علامه الاكس دي تماما، وهنا ده بيكون العامل بالنسبة لي ان انا لما تختفي علامة الاكس بوقف الستوب ووتش اللي احنا هنشغلها لو لكم عليها في الخطوات دلوقتي. وبالتالي انا هدفي في التجربة ايه؟ في كل خطوة هغير التركيز زي ما هنشوف، وهيبقى هدفي في كل خطوة هو تعيين زمن اختفاء علامة الاكس دي بالراسب اللي هيتكون فيها. يبقى انا هدفي مرة تانية هو ايه؟ تعيين زمن اختفاء علامة الاكس من على الورق. طيب مهم جدا في التجربة دي ايه؟ ان احنا واحنا شغالين كجروبات كده اللي هيبتدي يقول ان انا التفاعل انتهى لازم عين واحدة فقط، يعني نبقى متابعين كلنا كده مع بعض ان انا ثبت في درجة معينة لاختفاء علامة الاكس، يبقى احنا كل مرة هثبت الدرجة دي. ما ينفعش مرة تبقى الاكس باينة منها جزء، مرة مش باينة خالص، ما ينفعش هتطلع الرسمة البيانية لان فيها رسم بياني، هتطلع الرسمة البيانية في الاخر سيئة جدا جدا جدا. فيعني مهم قوي 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 نبقى محددين الشكل بتاع اختفاء علامة الاكس دي. حاجة تاني كمان ان انت وانتوا بتعملوها لازم تبقوا مركزين، ما نرغيش مع بعض ونبص نلاقي ضاعت علامة الاكس، يعني هي ممكن كده تبقى معدية من وقت طويل وانت ما خدتش بالك فتقوم برضو مسجل تايم خلاص، لان التايم هنا عامل مهم جدا جدا جدا. دي كده الفكرة الرئيسية اللي احنا عايزين نعملها. تعال نشوف مع بعض كده الكميات اللي المفروض اخدها هي ايه. المفترض يا شباب ان انا عندي زي ما اتفقنا كده الطرق بتاعنا، هنبدأ اول حاجة نعملها فيه ان انا بسحب 100 ملي
من ثيوكبريتات الصوديوم، وهلاقي ان ثيوكبريتات الصوديوم متحضرة جاهزة بتركيز 1/10 مولر. هكون عامل جدول زي اللي قدامي تحت ده، في عندي الخانة الاولانية فيها الكونسنتريشن بتاع صوديوم ثيوسلفيت، وهسجل التايم، وهسجل 1 على التايم. 1 على التايم دي جاية من مقلوب الخانة اللي فوقيها، لان 1 على التايم هنا بالنسبة لي اثناء التجربة دي اللي هتبقى بتمثل الريت بتاعي. طيب بالنسبة للكونسنتريشن بتاعنا، احنا بنقول ان احنا هيبقى قدامنا ازازة داخل المعمل متحضر فيها الثيوكبريتات بتركيز 1/10 مولر. لما يحصل ان انا اخد الميت ملي وما حطيتش عليها مية، اذا انا ما خففتش، يبقى انا بتكلم في الخانة الاولانية دي، خدت الصوديوم ثيوسلفيت حطيتهم جوه الدورق، يبقى انا بتكلم في تركيز 1/10 مولر، وهضيف فوقيه 10 ملي من حمض الهيدروكلوريك، وده تركيزه 3 مولر. مالكش دعوة خالص انت بالتركيزات، المفترض ان هي متحضرة جاهزة، يعني انت مش هيطلب منك ان انت تحضر التركيزات دي. اول ما بضيف ال HCl على الصوديوم ثيوسلفيد داخل الدورق بتاعي، ببتدي اشغل ساعة الايقاف بتاعتنا الستوب ووتش، وهحسب زي ما اتفقنا كده الزمن اللازم لاختفاء علامة الاكس، وهسجل التايم هنا واجيب 1 على التايم زي ما اتفقنا. طيب هكرر الخطوات دي بحيث ان انا هعمل ايه بقى؟ هاجي مرة تانية اقوم ساحب من الازازة بتاعت الصوديوم ثيوسلفيت اللي هي تركيزها 1/10 دي، هاخد منها 80 ملي. احنا اول مرة خدنا 100 ملي، هدلق بقى خلاص لما راحت علامة الاكس والكون الرصد بتاع السلفر، هدلق التجربة خالص وابتدي من الاول وجديد. هاخد 80 ملي من الثيوكبريتات واحط عليها 20 ملي مية مقطرة. في الحالة دي لما اخدت 80 مع 20، انا كده اوريدي خففت التركيز بتاع الثيوسلفيت، اصبحت 8/100 مولر. في كل مرة اثناء التجربة هراعي ان انا كبريتات الصوديوم الكمية بتاعتنا الحجم اللي واخدينه 100 ملي، ولكن المية دي مالها؟ مرة هتبقى 80 واحط عليها 20 مية، مرة 60 واحط 40 مية، 40 و60 مية، وهكذا. المهم التوتال المجموع بتاعي 100 من الثيوكبريتات، ولكن بخففها بالمية. في الخطوة الأولانية احنا خدنا المية زي ما هم، فكانت بنفس تركيزها 1/10. يبقى أنا في الخطوة التانية عملت إيه؟ أخدت 80 ملي من الإزازة بتاعة الثيوكبريتات وحطيت عليها 20 ملي مية مقطرة، فأنا كده خففتها. وهضيف منساش في كل خطوة من الخطوات الخمسة بتاعتنا ال10 ملي بتاعة الهيدروكلوريك 3 مولر زي ما هو، أنا مش هغير فيه حاجة. وهسجل برضو اول ما اضيف حمض الهيدروكلوريك، هضيف الحمض من هنا، ادوس على طول على الستوب ووتش من هنا واسجل التايم برضو 1 على تي. يبقى انا كده كل مره بغير في تركيز الثيوكبريتات ومثبت تركيز ال HCl، وبحسب بشوف التايم بتاعي. ليه بنعمل ده؟ لان المفترض ان في تجربه قبلها كبيره شويه، بس هي مش بتدرس في كل سنوات الدراسة، في بعض الدفعات بتاخدها وبعض الدفعات لأ. المفترض ان انا هلاقي ان انا الرياكشن ده او التفاعل ده مش هتوقف خالص على تركيز حمض الهيدروكلوريك، فانا عشان كده مثبته، هلاقي دايما ان هو كان بيتوقف على الثيوكبريتات، بس ده مش موضوعنا في التجربة دي. هاجي في الخطوة الثالثة، تالت خطوة، هاخد 60 ملي من المية، 60 ملي من الثيوكبريتات مع 40 ملي مية مقطرة، وعليهم نفس كمية الهيدروكلوريك ونفس الخطوات. المرة اللي بعديها اخد 40 ملي من الثيوكبريتات مع 60 ملي مية مقطرة، واخر خطوة 20 ملي من الثيوكبريتات مع 80 ملي من المية المقطرة. يبقى انا التجربة بعملها على 5 مرات، في كل مرة بدلق وببتدي من اول وجديد واسجل زمن اختفاء الاكس. نفكر بس يا ريت كده عقبال ما نيجي الاستكشن، هو انا المفروض التايم معايا كده يزيد ولا يقل؟ وليه؟ ايه اللي هيزوده او ايه اللي هيقلله؟ بعد ما حصلت على الرسم بتاعي، فانا عندي كده من الخانة بتاعة الكونسنتريشن والخانة بتاعة الواحد على تي، هقدر ارسم علاقة ما بين الاتنين. هحط الواحد على تي اللي هي الرسمة اللي انا علمت لكم عليها، ملكمش دعوة بالتانية، التانية دي بتاعة الجزء التاني من التجربة. الرسمة اللي هي في الستريت لاين دي، المفروض ان انا هرسم ما بين 1 على تي اللي هي بتمثل لي الار اللي هو الريت اوف رياكشن،
او معدل التفاعل، والمحور بتاع الاكس بالنسبه لي هيبقى الكونسنتريشن. المفترض ان انا هيطلع معايا ستريت لاين. ايه اللي هيبوظ الستريت لاين؟ اللي يبوظ الستريت لاين ان حضرتك من البدايه ما تاخدش التايم عند نفس الدرجه بتاع اختفاء علامه الاكس زي ما قلت لكم. فالتجربه هنا مش هينفع ان انت تخم فيها، لو انت ايدك مش دقيقه هيبان ان انت الرسم عكت منك، يبقى انت ما كنتش بتاخد الازمنه في الوقت المظبوط ده. وطبعا الكومنت بتاعها ان انا شايف في عندي علاقه طردي ولا عكسي، ده اللي انا هكتبه. ده كده بالنسبه للجزء الاولاني يا شباب من التجربه. الجزء الثاني هنزله لكم في فيديو لوحده، لانه اوقات بتاخد على سيكشن لوحده.